في هذه الأمسية الجميلة، في هذه الأمسية الاستثنائية المميزة، إحدى أمسياتي ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن، أمسيتي سن الثنايا ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. ينطلق شوطنا الحادي عشر الخاص بالثنايا البكار، نبدأ رحلة 8 كيلومترات، هي المسافة الخاصة بانطلاقاتي سن الكبار. مشاهدينا متابعين الكرام، نسير مع هذه الشعارات المميزة الكبيرة الحاضرة والباحثة عن تسجيل نقطة مميزة في هذا المهرجان الكبير. نسير مع أول الأسماء المفتتحة للنداء والإذاعة مع صدارة هذا الشوط، مع البداية أول الأسماء هنا تأتي شهد بشعار سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي، من يقدم لنا تحدياته المميزة والكبيرة من خلال تقدم شهد مع الصدارة مع المركز الأول، بينما المركز الثاني من تتواجد وتأتي هنا أيضا أفعال محمد بن مطر بن دحروي العامري، يقدم لنا أفعال مع المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث يأتي شعار المدهش ليقدم لنا انطلاقة تكريم سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، من يقدم لنا انطلاقة تكريم مع المركز الثالث والمركز الرابع، رابع الأسماء تتواجد الصداوية حمد بن علي بن جابر البنا المري يقدم لنا انطلاقة الصداوية مع المركز الرابع والمركز الخامس، جود من تأتي مع خامس المراكز علي بن حمد بن علي بن مقارح يقدم لنا جود مع المركز الخامس، ولكن ينخطف في هذه اللحظات من قبل هملولة بشعار الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، من يقدم لنا هملولة مع المركز الخامس. هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط، في أول نداء للخمسة المراكز الأولى. مشاهدينا متابعين الكرام، الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة المنطلقة الحاضرة في مسار هذا الشوط الذي يحمل لنا هذه الأسماء المميزة، يحمل لنا هذه التحديات الرائعة والجميلة في أمسية سن الثنايا في ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نعود إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول، إلى البداية، شهد هي القائدة لهذه التحديات المميزة بشعار سعيد بن علي بن عبيد الكتبي، من يقدم لنا تحدياته المميزة والكبيرة من خلال تقدم شهد مع صدارة هذا الشوط، من تقود الأسماء بشعارها المميز وشعارها الكبير مع الصدارة، بينما المركز الثاني شعار بن دحروي يقدم لنا أفعال مع المركز الثاني مطر محمد بن مطر بن محمد بن دحروي العامري، يقدم لنا تحدياته من خلال تواجد أفعال مع المركز الثاني والمركز الثالث، من تتواجد هنا أيضا وتأتي تكريم سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، يقدم لنا شعاره حاملا آمال وطموحات ابناء السلطنة في مسار هذا الشوط من خلال تواجد تكريم مع المركز الثالث والمركز الرابع. هنا القادمة الصداوية من ميمنة الميدان، من تتقدم في هذه اللحظات بشعارها الجميل أيضا، القادمة في هذه اللحظات تتقدم بحضورها المميز بشعار حمد بن علي بن جابر البنا المري مع المركز الرابع والمركز الخامس. شعار الحربي يتواجد مع ترف سعيد بن جابر بن عبد الله الحربي، يقدم لنا ترف مع المركز الخامس. هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط، الخمسة المراكز الأولى المنطلقة في هذا المسار المميز والكبير. مشاهدينا متابعين الكرام، في أمسية ولا أروع تجمع هذه الشعارات الكبيرة، الشعارات المميزة التي توافدت من شتى دول مجلس التعاون الخليجي حرصا على المشاركة في هذا المهرجان الكبير، مهرجان المؤسس. العودة إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول، إلى البداية، الصدارة والمركز الأول، شهد هي من تقود الأسماء، من تقود هذه التحديات المميزة
والكبيرة مع صدارة هذا الشوط. سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي يقدم شعاره، يقدم لنا تحديات شهد مع المركز الأول مع الصدارة لتقود هذه الأسماء، لتقود هذه التحديات المميزة والكبيرة مع صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني تتواجد أفعال مع المركز الثاني هنا قادمة بشعار بن دحروي، محمد بن مطر بن دحروي العامري يقدم لنا تحدياته المميزة. بن دحروي يأتي أيضا بحضور أفعال مع المركز الثاني والمركز الثالث. هنا القدوم، هنا التواجد من الصداوية، حمد بن علي بن جابر البنا المري يقدم لنا تحدياته، يقدم لنا انطلاقة الصداوية بحضورها أيضا الرائع والجميل مع المركز الثالث. المركز الرابع شعار الشقياتي ويقدم لنا ترف سعيد بن جابر بن عبد الله الحربي مع المركز الرابع. خامس الأسماء اللي وصلت هنا الذيبة، مطر بن عيسى بن مطر الفلاحي بدأ يقدم لنا الذيبة لتنضم إلى الخماسية المميزة، لتنضم إلى الخمسة المراكز الأولى المتقدمة في هذا المسار المميز والكبير. مشاهدين الكرام، هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة المنطلقة الحاضرة في مسار هذا الشوط، في هذا الانطلاق الرائع والجميل. لكن العودة إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى البداية. الله يا سلام، هنا البداية. شهد هي من تتربع على عرش الصدارة، هي من تقود هذه التحديات المميزة والكبيرة بشعارها المميز، بشعار سعيد بن علي بن عبيد الكتبي. هنا بن رشيد يقدم لنا انطلاقة شهد مع الصدارة مع المركز الأول، يدفع لنا بشهد مع صدارة هذا الشوط مع المركز الأول. بينما المركز الثاني تتواجد أفعال مع المركز الثاني، تتقدم أفعال بشعار محمد بن مطر بن دحروي العامري يقدم لنا هذا الاسم المميز، يقدم لنا هذا الاسم التاريخي. هنا مع المركز الثاني، مع ثاني التحديات المركز الثالث، تاتي الصداوية بشعار حمد بن علي بن جابر البنا المري يقدم الصداوية مع المركز الثالث. المركز الرابع وصل شعار المهيري ليقدم لنا راهية عوض بن مبارك بن سعيد. المهيري بدأ يتدخل إلى أيضا الخماسية المميزة، إلى الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة، بدأ يدفع لنا براهية في مسار هذا الشوط مشاهدينا الكرام، لتغير إلى ثالث المراكز في هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة. بينما المركز الخامس تتواجد هنا الذيبة، مطر بن عيسى بن مطر الفلاحي يقدم لنا الذيبة مع المركز الخامس. هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط، ولكن الكادر السفلي يحمل لنا أسماء مميزة، يحمل لنا شعارات كبيرة لم يحن موعد دخولها إلى دائرة النداء ولذاع مشاهدينا متابعينا الكرام. ولكن نعود إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول، إلى البداية. الصدارة والمركز الأول، شهد مع الصدارة تقود الأسماء مع البداية. مع صدارة هذا الشوط سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي يقدم لنا تحديات شهد مع المركز الأول مع الصدارة. هناك مع البداية تتربع على عرش الصدارة، تقود الأسماء والتحديات الأولى. بينما المركز الثاني تتواجد أفعال، محمد بن مطر بن دحروي العامري يقدم لنا أفعال مع المركز الثاني. ثالث الأسماء يتواجد، وهنا القادمة الصداوية مع المركز الثالث. هنا القادمة بشعار حمد بن علي بن جابر البنا المري يقدم شعاره وتحدياته المميزة. بينما المركز الرابع وصل شعار القرشي ليقدم لنا المملكة، عاطف بن عطية بن حسن القرشي في أول ندى في مسار هذا الشوط، قادمة في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة. شوف الأسماء اللي وصلت، شوف الأسماء اللي تدخلت. وصل شعار صايد الرموز يقدم لنا عسيلة، منصور بن محمد بن منصور الخيارين يأتي أيضا بهذا الحضور المميز، وأيضا وصول من زعامة صالح بن ناصر بن مسلم الغفران المري يقدم زعامة في هذه الانطلاقة، في هذه الاندفاع المميزة والكبيرة. ولكن نعود مع الصدارة،
نعود مع المركز الأول مع البداية. شهد لا تزال هي من تقود هذه المسيرة، تقود هذه التحديات المميزة والكبيرة بشعار سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي، يقدم لنا تحدياته، يقدم لنا انطلاقة شعاره المميز مع شهد مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. مشاهدينا متابعينا الكرام، شهد تدشن أجواء الكيلومتر الأخير والخطير مع البداية مع الصدارة، بينما المركز الثاني تتواجد الصداوية حمد بن علي بن جابر البنا المري مع المركز الثاني. ثالث الأسماء القادمة عسيلة منصور بن محمد بن منصور الخيارين، والمركز الرابع هنا القادمة المنطلقة زعامة صالح بن ناصر بن مسلم الغفراني. شوف الوصول، وصل المسند ليقدم لنا هملولة في مسار هذا الشوط، ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يا سلام. ولكن نعود إلى الصدارة، نعود مع المركز الأول، شهد مع البداية، شهد مع صدارة هذا الشوط، سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي مع الصدارة لا تزال صامدة حتى هذه اللحظة ما شاء الله، تؤدي هذا الأداء المميز والكبير مع الأمتار الأخيرة، بينما الخطورة من الصداوية حمد بن علي بن جابر البنا المري مع المركز الثاني، المركز الثالث شعار الخيارين وشعار المسند. ولكن شهد مع الصدارة من الجانب الآخر، تحاول هناك الصداوية الأمتار الأخيرة، الأمتار المجنونة، الصداوية ولا شهد؟ الصداوية الأمتار الأخيرة، الأمتار المجنونة، شهد الصداوية، ولكن الصداوية من ميمنة الميدان مع الأمتار الأخيرة، الأمتار المجنونة، الصداوية تحقق الناموس والانتصار. سلام الصداوية، سلام سلام لحمد بن علي بن جابر البنا المري، من قدم الصداوية، من خطفت الناموس والانتصار. تهانينا على هذا الفوز والانتصار، بينما المركز الثاني كان الوصول من شهد اللي ما قصرت أيضا في هذا الشوط بشعار سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي. المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام، وصلت هملول الناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. والمركز الرابع، المركز الرابع عسيلة منصور بن محمد بن منصور الخيارين. والمركز الخامس، المركز الخامس المركز الخامس الحذر حمد بن هيام بن سالم العامري. تابعنا هذا الشوط، ولكن الصداوية كانت حاضرة مع الموعد مهدي مالك هذا الفوز والانتصار. 12 دقيقة 42 ثانية 23 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الصداوية حمد بن علي بن جابر البنا المري. تهانينا والناموس أبو علي على هذا الفوز والانتصار، بينما المركز الثاني كان الوصول من شهد اللي ما قصرت أيضا في هذا الشوط 12 دقيقة 42 ثانية 70 جزء من الثانية. تهانينا والناموس سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي، بينما المركز الثالث كان الوصول والقدوم من هملولة توقيتها الزمني 12 دقيقة 43 ثانية 20 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم.